نعم، هنالك فرق بين الحرام والكراهة، بين المحرم والمكروه. لا، الإثم هو يعني ما يحصل عليه الإنسان من سيئات، واضح؟ فإذا فعل الحرام أصابه الإثم، واضح؟ يأثم بفعله هذا، نقول يأثم أن يحصل على سيئات، يثاب أن يحصل على حسنات. فإذا فعل الحرام أثم، وإذا فعل الواجب أثيب، واضح؟ أما الكراهة يكره للإنسان أن يفعلها، فإن لم يفعلها محتسبا أثيب، يثاب تاركه، ها، المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، الحرام يعاقب فاعله ويثاب تاركه، الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، المندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. يعني مثلا صلاة الضحى يثاب الإنسان عليها إن فعلها، واضح؟ يثاب عليها، لكن إن لم يفعلها لا يعاقب، واضح؟ الكراهة لبس الساعة في الصلاة، الساعة التي فيها حديد أقصده، أو الخواتم الحديد أو النحاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لبس الآنك في الصلاة، وإن كان بعضهم يقول هذه كراهة تحريم، أي يحرم على الإنسان أن يفعل ذلك في الصلاة، لكن لو صلى الإنسان وفي يده حديد، وفي يده ساعة من حديد، واضح؟ هنا يثاب إن ترك ولا يعاقب إن فعل، لكن إن كان ذلك يعني في درجة كراهة التحريم، يعني الإنسان عليه أن يجتهد في أن لا يفعل ذلك، واضح؟ أنا أضرب المثال، ويعني إن كان على قول من يقول بها كراهة تنزيه، واضح؟ يعني مثل هذه الأشياء، مثلا النوم بعد الفجر مكروه، أن ينام الإنسان بعد الفجر مكروه، واضح؟ فإن لم ينم الإنسان محتسبا في ذلك الوقت الخير الأجر عند الله أثيب، لكن إن نام لا يعاقب، واضح؟ هكذا.